أمير العود زرياب. يقول زرياب: سادتي هم من أطلقوا علي اسمي، رفضت وأعلنت احتجاجي لغرابة الاسم وغموض معناه. قالوا لي: اصمت فليس لك من الأمر شيء، فنحن السادة وأنت من جملة العبيد. اسمي الحقيقي هو أبو الحسن علي بن نافع، وأطلقوا علي اسم زرياب. حين سألت عن معنى الاسم قالوا: إنه الطائر الأسود ذو الصوت الجميل. فضحكت، وقالوا أيضا إن الاسم يعني الذهب، وضحكت أيضا. لا أذكر شيئا عن طفولتي، ما أتذكره أني خطفت من قريتي وخفق قلبي الصغير خوفا من صوت الجنود ولمعان السيوف. ماتت أمي وهي تحاول أن تنجو بي من أيدي الجنود تحت أقدام الخيول دهسا، وأنا لم أكن أعرف مصيري بعد. أنا زرياب، عشت حياة القصور وعاصرت المؤامرات التي تحيكها الجواري والحرائر في القصور. رأيت حروبا تعلن وتشتعل بين كل من في القصر. تلك الحروب كانت تقام وتشتعل من أجل أن ينالوا رضاء رجل واحد هو سيد القصر. كان زرياب من عبيد الخليفة العباسي، وبحكم العلاقة الوطيدة بين إسحاق الموصلي والخليفة وهب زرياب لإسحاق. شعر زرياب بالألم للحظة حين قال الخليفة للموصلي: خذه، لقد وهبته لك، إنه مجرد هدية زهيدة تنتقل من شخص إلى آخر دون أن يكون لها رأي، وهل للعبيد حق الاختيار؟ يؤكد زرياب أنه أحب الخليفة لأنه كان استثناء حيث أزاح شوائب العبودية، كما أنه كان رقيق القلب محبا لمن حوله. ورحل زرياب إلى بغداد مع سيده الجديد. تعلم زرياب في مدرسة إسحاق الموصلي، تعلم الموسيقى والغناء، كما تعلم مختلف علوم ذلك العصر من أدب وتاريخ. تخرج من مدرسة الموصلي مغنيا بارعا، فضلا عن معرفته بعلوم الفلك والجغرافيا. قال المقري: كان زرياب عالما بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واختلاف طبائعها وأهويتها وتشعب بحارها وتصنيف بلادها وسكانها، مع حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحانها، كما أنه كان شاعرا مجيدا. ووعدتني وعدا حسبتك صادقا،
فجعلت من طمعي أجيء وأذهب، فإذا جمعت أنا وأنت بمجلس قالوا مسيلمة وهذا أشعب. طلب الخليفة هارون الرشيد من إسحاق الموصلي أن يسمعه صوت مغن يجيد الصنعة لم يسبق للخليفة أن سمعه من قبل، فاقترح عليه إسحاق أن يأتيه بغلامه زرياب، ولكن الأمور جاءت بخلاف ما تمناه. فلما دخل زرياب على الرشيد بدا واثقا معتدا بفنه، ورفض أن يستخدم عود أستاذه، وطلب من الخليفة أن يأذن له باستخدام عوده الشخصي، لكن الخليفة لم يرى في عود زرياب شيئا مختلفا، وقال له: ما أراهما إلا واحدا. فما كان من زرياب إلا أنه بين للخليفة أن التشابه في الشكل الخارجي فقط، وأن هناك فروقا جوهرية غير ظاهرة، منها أن عوده أخف وزنا من عود أستاذه، كما أن أوتاره أمتن وأفضل أداء للنغم. فأعجب الرشيد بوصفه وسمح له بالغناء بمرافقة عوده، فلما أتم غناءه طار الرشيد طربا وقال لإسحاق: خذه إليك واعتني بشؤونه حتى أفرغ له، فإن لي فيه نظرا. هنا تملك الحسد إسحاق ووبخ زرياب وعبر له عن مخاوفه من إعجاب الرشيد به، وقال له: قد مكرت بي في من طويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك وقصد منفعتك، وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو كنت ولدي. ثم خيره بين أمرين: إما الرحيل عن بغداد إلى جهة لا يسمع فيها خبره، أو البقاء فيها رغما عنه، وعندها فإنه لن يدخر وسعا للقضاء عليه. فاختار زرياب الرحيل. وحين وصل زرياب إلى مضيق جبل طارق وصل إلى الجزيرة الخضراء، بلغه خبر وفاة الحكم، وتولى ابنه عبد الرحمن الإمارة. فكر زرياب في العودة، ولكن نصحه أحد الرجال بأن يكتب إلى الأمير عبد الرحمن، فلما كتب إليه رحب به. جمع زرياب ثروة طائلة أكثر من 100 مملوك و300,000 دينار عدا الضياع، وحظي باحترام كبير ونال شهرة واسعة، فمدحه الشعراء. كان زرياب مبدعا، وكان يفكر كيف يظل في القمة، فلم تكن طاقاته الإبداعية في حدود الغناء فقط، بل تجاوزها إلى المجال الاجتماعي. فوضع زرياب للطبقات الراقية في الأندلس قواعد السلوك
وآدابا للجلوس والمحادثة والطعام، اتخذه ملوك الأندلس وخواصهم قدوة فيما سنه لهم من آداب، وسموه معلم الناس والمروءة. في آداب الطعام مثلا دربهم في إعداد مائدة راقية وأنيقة تقدم فيها الأطباق حسب نظام وترتيب خاص. تقدم أولا أطباق الحساء الساخن، تليها أطباق اللحم والطيور المتبلة بالبهارات الجيدة، وفي النهاية تقدم أطباق الحلوى من الفطائر المصنوعة من اللوز والجوز والعسل. وقد أخذ عنه استخدام آنية الزجاج الرفيع في الموائد بدلا من الذهبية والفضية، كما ابتكر لهم ألوانا من الطعام لم يعرفوها، وعلمهم فن التجميل والعناية بالبشرة وإزالة رائحة العرق، كما علمهم تنظيف الأسنان، وأدخل طرقا جديدة لقص الشعر، كما وضع لهم نظاما لارتداء الأزياء تبعا لفصول السنة وتقلبات الجو. وافتتح زرياب في قرطبة مدرسة لتعليم الموسيقى والغناء، وكان لا يقبل فيها إلا الطلبة الموهوبين بعد امتحان يجريه لمن يريد الالتحاق بها. كانت مكانة زرياب عند أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم قد جلبت عليه حسد حاشيته، وعلى رأسهم الشاعر يحيى بن الحكم الغزال الذي هجا زرياب هجاء شديدا، فشكاه زرياب إلى الأمير الذي أمر بنفي الغزال عن الأندلس. من استطالة الغبن، من قفيره المدلج، في غياهب القناع، من كذبة النهر، من استكانة أرواحه، من استسلامه لعربدة الطريق، من فراغ أمشاجه، إلا من سوانح الفتن، من بهجة الانسياب المورق على ثروته. زرياب.